يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا أول منزل من منازل الآخرة يحاسب فيه العبد. وهذه القبور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن القبر يسوى ويرتفع مقدار شبر، يسنم ويوضع عليه حجر أو حجرين. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبور،